من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالشكر قليل على الحلوين اللي منورين الميدة صراحة، يعني حتى لو أقول لكم الشكر من جانب قليل عليكم، لكن الحمد لله أنا أحس أن اليوم كان عندي عيدين إذا ما كان عيد حضوركم الكريم، والعيد الثاني بإحياء أعز فنان الله يرحمه حق البحرين، يعني اللي رفع البحرين للعلالي، ما نقول للسنة لكن للعلالي، فهذه الشكر قليل عليه، فهذه لينسى شكر مبسط له. واليوم بما ان الفن حاضر، فاهل الفن اولى بايمان، انا تلعب كره تنبهي لكن هو مال الفن، فخلي حريف الفنان القدير الغني عن التاريخ اسماعيل بوهجي اسحاق يتعرض عليه الكفر والفارقه من كيف نعطي بعدين بكرمون كويس. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الحضور، نورتونا في هذه الليلة، وهذه الليلة تتميز بليلة جميلة بالليالي البحرينية الأصيلة. ضيفنا اليوم من أهل قلالي، وهذا الميلس ميلس قلالي، ودائما الميلس هذه ينورنا بثقافات باجتماعات جميلة ولقاءات ثقافية جميلة. اليوم طبعا بنتكلم عن شخصية من شخصيات البحرينية المعروفة، صوت يعتبر من أجمل الأصوات على مستوى العالم، أخذ جائزة الأسطوانة البلاتينية، وهو يعني الأسطوانة البلاتينية ما يحصل عليها إلا شخص يكون له قدرات مميزة ولا طبقة نادرة نادرة الوجود. تكلموا عن الكثير على مستوى العالم وعلى مستوى الخليج وعلى مستوى البحرين. هذه الشخصية كان في يوم الأيام كان ينشد بالأهازيج البحرية، كان نهام سالم العلام غني عن التعريف، كان لمن يقعد في سوق محرك يقعد بين الشياب، وإذا نام بصوته الشجي كان المارة يقفون من كثر ما كان يجذب الألباب ويجذب الناس من فنه العريض. هذا الرجل الراحل اليوم احنا الله عز وجل جعلنا ان احنا نعيش مع هذا الرجل المميز، ولذلك من خلال ابنه محمد بن سالم العلال حتى يتحدث عن هذا الفنان اللي هو والده وهو والد الجميع. ترحبوا معاي بالاخ العزيز محمد بن سالم العلام. وطبعا الفقرات اليوم بنوزعها ثلاثه مراحل، المرحله الاولى بيتكلم ابن الفنان سالم العلام، وحتى
يوجز يعطينا المقتطفات من حياته ونستمتع. وبإذن الله تعالى أنا يعني أتنبأ لكم بالسعادة اليوم بأخ طريق جميل عريق عن ولد من أولاد البحرين، وهو اليوم رحل عنا، ولكن ما زلنا احنا كبحرينيين نتحدث عنه ونشتاق له ونفتخر بأن سالم العلان كان فنان بحريني ينتمي كل الانتماء لهذا الأرض الغالية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي محمد في هذه الليلة، نرحب فيك وإليك لا تصل. تفضل. مشكور على المقدمة الطيبة أول شيء، ونمسي على الحضور. ثاني شيء بالنسبة عن الفنان سالم العلان، طبعا الكل يعرفه وأنا يمكن شهادتي فيه مجروحة لأن أنا ولد سالم العلان فنان من الفنانين الشعبيين، ولد في قرية بلالي، هذه القرية الجميلة الحلوة، سنة 1914 انتقل إلى الرفيق الأعلى في 1981 25/9. تاريخ حياة سالم العلان مثل حياة أي واحد فينا، عاش في فترة من الزمان، الفترة أنا أقدر أقولها الصعبة، أن حياتهم كانوا على الفقرة مثل ما يقول، على دشة بحر وهوائل وعواصف وما في أشغال غير هذه الأشغال. سالم العلان فنان من الفنانين في فن الفجري، طبعا ترعرع او خلينا نقول انولد في قرية طلالي وتعلم من والده فن الفجري، تعلم من ابوه، طبعا انا ذيك الساعة ميت ولا ادري، لكن يسرد الكلام يوم احنا صرنا نفهم واعيين شلون سالم العلان عرف النجمة، شلون عرف الفجري، شلون عرف الاحتيال، شلون عرف انواع الفجري، لان الفجري في انواع يعني. ولا يعني مثلا تقول لي انت نهام، بس في نهام وحداية، رب العالمين عطى الخصلتين يعني يحدي وينهم في نفس الوقت. سالم العلان عشنا وياه احنا في بيت يعني بسيط، لكن سالم العلان انا يعني لما اتكلم عنه طبعا يجيني العبر، ان شفت الحياة اللي عاشها وشفت شلون عيشنا وشلون هو هالريال يركض ريله ويده وهو عمل على اساس يبي يخلينا احنا نعيش حالنا حال الناس. انا الحين لا طالع العالم، كل واحد سياره لاند كروزر، قبل ارجع في سنه الاربعينات سيكل ما عندك. انا اتمنى كل انسان يتذكر المواقف الأولية حق أبوه حق أمه حق خواته، شلون عاشوا، إن عشنا. إيش رأيك إن هذه الريال الفنان اللي خد جوائز وطلع راح فرنسا وراح ألمانيا وراح أستراليا كان يروح ياخذ بيب هاي الأبيض، يروح العين، يمكن في ناس من قلال هني تعرف العيون، يعني أنا ما أدري، أنا أشوف العيون كلها جديدة علي، أنا أشوف العيون جديدة لأن يعني يمكن ما أعرفوا شنو هي العيون، لأن جلالي كانت فيه ثلاث عيون، شرق وسط وجبلة، يروح يمشي هو حدا، يروح يحط الماي ويجيب لنا، هذه اللي تشوفها.
طبعا انا ما بدي اتوسع في الكلام لان الكلام يعني لو انا اتكلم عن سالم العلاني يمكن اتم لين يقول الله اكبر الصبح وما وفي حقه. لكن انا شفت وعشت مع الفنان الراحل سالم العلاني. الحقيقه انا تمنيت ما يعني ما صرت ولد لان شفت عيشته. يعني عامل ايش رايك انت؟ ريال عامل وما عنده مدخول ومتزوج وعنده عيال. انه كان قبل هو قبل ليروح النظر ماله كان يشتغل في وزاره الاشغال. اذا حد يذكر كان بين المطار والحد ما في شوارع في الشارع. فكانوا يثبتون الشارع وكان الوالد يشتغل ويا المجموعه ذي. حتى في واحد الله يرحمه مسؤول عن الشغله ذي اسمه حسين المطر. هذه ما يخلي ما يدعي يعني هم قالوا هم صغار انا صغير كلش يوم الدفتر اروح لهم تودي الاكل له ما يخلي يشتغل بس ينهم حق الجماعه على اساس يريحهم ويشتغل. تصور هاي طبعا عقب ما خلص من البحر يعني من الغوص. انجازات سالم بس ما اطول يعني. سالم العلان راح فرنسا في حق سنة 1978 راحوا حق الاسطوانة هذه في ذهبية وفي بلاتينية في 100 فرقة موسيقية في العالم. البحرين من ضمن الفرق اللي راح خبر جري يعني يمكن معظمكم كله يعرف الجري وشايف الفجري وفاهم كلمة الفجري. بس الفجري في ميزه ان النهام انا برجع الحين شويه قليل حق ورا كانوا النواخذه هني في البحرين خاصه جوده والمنامه كانوا موجودين هني في قبابه كانوا يتسببون حق من؟ اول شيء النهام ان النهام هو اللي يريح الغاصه في الغوص. فكانوا انا سرد الكلام دي الوالد هو اللي يتكلم يعني يمكن كلكم في سنه من السنين طلع المسجل هاي اللي قبهني وقبهني وتحط الشريط ليه اليوم عندي هذا الشريط وليه اليوم عندي كلام اللي قاله. فكانوا يتراكضون عليه من يقول سالم ليش صوته عنده صوت وعنده حنجره وعنده بحث بصوته. فنرجع حق فرنسا يوم راحوا فرنسا وادوا وصلات بنائيه. طبعا في بروفيسور شاف يسمع الوالد فقالوا احنا نبي سالم العلانة تحطونه في غرفه صغيره ونبيه ينهم نبي نعرف احنا طبقات صوته هذه وين يعني لوين. يوم خلوه ونهم هذا اكثر من حوالي 7 إلى 8 دقائق تعجبوا عليه. وعلى هالاساس البحرين خذت الاسطوانه البلاتينيه على سبب مو لانه هو ابوي انا اقول كذي لا هذه الكلام يعني هذه الواقع يعني نعم اي وهذه الواقع. ويمكن تسالون في مؤرخ محمد كمال مال محمد جمال انا ما والله ما اعرف محمد جمال فخذ الاسطوانه البلاتينيه ويبوها. طبعا احنا وزاره الاعلام مشكوره قدمت لنا نسخه من الاسطوانه موجوده بس ان انا بعد يعني ما اقدر انسى لان انا عشت انا مو
سن مو صغير. أنا دخلت الجيش يمكن في سنة 1968. دخلت الجيش، ليش دخلت الجيش؟ كان عمري 13 سنة، لكن بحكيك أنا قصة صغيرة يسمح لي أخوي. ليش مثلا سالم الإعلان كان في قلالي؟ سالم الإعلان كان في دار مرزوق، الكل المتعارف عليه. لكن ليش سالم الإعلان طلع من قلالي وراح دار الحرمان؟ ليش سالم الإعلان طلع من قلالي وراح دار مرزوق بن بلال؟ وليش راح دار جناح؟ ليش ما قعد مثلا في قلالي؟ شوفوا يا اخوان، انا كنت في صف ثاني اعدادي رايح اول ثانوي، والوالد دائما يجي عقب صلاه المغرب، يجي راسا الوالده الله يرحمها تبرز له مكان بعد في 67 68 ما في بعد اي اي مقلي شيبس وما شنقاري هذه ما في هالحكي، كباب باجي الليل خبز. قالت الوالدة يا محمد روحي يمكن خبز ايه. طبعا المأساة اللي خلتني انا اطلع واروح اشتغل اني اشوف ابوي حاطين له صحن وانا اعتز واتكلم كل قوتي عن الوالد، يحطون له صحن على اساس ان المجموعة اللي كانت تشتغل يساعدونا حق معيشتنا احنا. فأنا يومية بطوف على الدار، كان علينا الصيف وهم قاعدين في العريش، في طوفتي قال واحد منهم حط آخر الشهر حطوا الصحن حق سالم العلام. نط واحد الله يرحمه ويغمد الجنة إن شاء الله، ومسموح على الكلام اللي قال، ريال معروف وأي ولي من هني من قلالي. قال ليش إحنا نحط له وعنده عيال يمشي على جنودهم التيس؟ أنا بدل ما أروح حق الخباز رجعت البيت. من شفيك؟ والله كذي كذي كذي. في يية الوالد من المس. شفي محمد؟ قالت حاجه. قلت له يبا هلو هلو هلو. قال قم ويدش عليهم هلو مثل الميلس، دش على المجموعه كلها ووقف عند الباب. شوف ابوي صادق ولا يحب الكذب لا اله الا الله في حياته. سال مرزوق، شوف ويا ريالين ايش كثر؟ قال له مرزوق؟ قال له نعم. ابوي ما يشوف، انا بيمنه. قال له مرزوق؟ قال له نعم. قال له حميد كلامه صحيح؟ انه شافني انا واحد من الريايل اللي دش. قال له كلامه صحيح يا مرزوق؟ قال له اي نعم. قال له حميد روح هات الطبل. يا مرزوق عط حميد الطبل. يوم يخذيت الطبل قال ابوي يسالني هات الطبل؟ قلت له. قال له مرزوق والجماعة اللي قاعدين بيتي تعذركم، ولين طلعت من هني ما لي ردة إلا شايليني على النعش وديوني المنبر. الرجال الأول اللي تكلمهم كلام ما في كلمة، وطلع من عندهم إلى آخر حياته لين ما طلع. شلون عاش هذه الرياض؟ شلون عاش؟ يعني انا ما انسى سمو رئيس الوزراء الراحل المغفور له الامير الشيخ خليفه بن سلمان رحمه الله عليه. هذه كان كل اسبوع، لان انا لمست الشيء، كان كل اسبوع نركب في بس لبسوت الاوليه، ما في لا نقل عام ولا مهم، لبسوت الاوليه، وكان دار الحكومه في راس رمان، اخذ ابوي ووديه الصبح الساعة 6. لما يجي الشيخ خليفة يقول حق ابوي يوقف قبل لا يدش عند الباب، سالم تهيأ. في الفقر شو يسوي؟ ويدخل يجينا من
الله يرحمه ويرحمه الجنة، إبراهيم المسعد كان مقهوي ذاك الوقت حق الشيخ خليل بن سلمان ويعطيه 20 دينار عقد صالح، 20 دينار في الستينات ما شاء الله. فعيشتي كانت كظمة يعني. لذلك انت لما تشوفه انت يحدي او ينهم تقول هذا شيء حزين هالرياض. نعم؟ من هالعيشة. لكن الحمد لله عاشوا عيشة بس كرامتهم كانت فوق. سلامتك. لا في شغلة بعد انا ما انسى الله يرحمه ويرحمه الجنة. هرم الرياضة الشيخ عيسى بن راشد الخليفة. طبعا لولا عيسى بن راشد ذاك الوقت في السبعينات كان ما تسمع تجري في تلفزيون او اذاعه. وكان الوالد له راتب للاسف الشديد، كان له راتب يمشي. توفى في 81 كان وزير الله يستر عليه قال انا ما عندي ناس ميتين امشيلهم رواتب. وقطعوا راتبه لمده سنه. كتبنا رساله انا بنفسي. رحت الديوان لقاني الله يرحمه ويغمد الجنه يا رب. ابراهيم كانو كان ذاك الوقت هذا في الديوان. شافني بدله وبدله عسكريه وتونا مترفعين وكله زهقانين يعني كنت يعني نبي البدله بس نلبس ونطلع فيها. فلبست ورحت وديت رساله لقاني عند الباب. قال لي نعم يبا. قلت والله كيف كيف كيف؟ قلت له القصه كلها عن الوالد. قال ابوك فلان. قال لي اصبر. راح داخل والله نص ساعه تبي ولا رجع لي يقول يا ابوك قول حق والدتك معاشات ابوك كلها بتوصل. قول وفعل نعم سواها الله يرحمه. يعني الانسان لازم يذكر محاسن الناس اللي سوت شغله. فان شاء الله ما طولت عليكم انا. طبعا في له تسجيلات وايد الفنان الراحل سالم الحلال. وانا لا تصوير يمكن الكل يعرف عبد الله الخان الله يقوله السلامه وخليفه شاهين المصور. في سنة 1962 الوالد دعوه الكويت علشان رحلة بحرية مع من؟ مع الشيخ عبد الله السالم الصباح. سجلوا له فيديو 21 يوم في البحر. وأنا بصفتي كولدي رحت طالعت 1986 انفتح الجسر مال البحرين السعودية ورحت طالعت بالشريط. راووني إياه قالوا لي ممنوع تاخذ. الوالد ها؟ الوالد اي هذه اي ها تقول عن والدك هذه؟ اي اوكي اي هاي التصوير موجود عندي. هو يعشق محرر لا اله الا الله. يعني ما ادري. لا انا ما احب محرر يعني. انا ما احب محرر. انا احب كلامي. واحنا من ما احترمنا ترى احنا عنصريين هالقضايا الاول موحدين ترى عنصريين. شوف انا بقول لك قلاوي ما اداني محمد ابوليس